الرئيس السيسي يتوجه إلى سان بيترسبيرغ للمشاركة في فعاليات النسخة الثانية من القمة الإفريقية الروسية. مجلس أمناء الحوار الوطني يعلن استئناف الجلسات النقاشية في أسبوعه الخامس اعتباراً من الأحد المقبل. روسيا تشترط وقف ضخ الأسلحة لأوكرانيا لبدء عملية سلام وتحتفظ بحق الرد على استخدام كييف الذخائر العنقودية. الثالثة مساء بتوقيت القاهرة، 12 بتوقيت جرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بحضراتكم. قمة إفريقية روسية تنعقد في نسختها الثانية بمدينة سان بيترسبيرغ في وقت بالغ الحساسية، حيث تزدحم طاولة الزعماء بملفات عدة وقضايا هامة. القمة تأتي في إطار تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين روسيا والدول الإفريقية والارتقاء بها إلى مستوى جديد، وهي الثانية من نوعها بعد قمة سوتشي الأخيرة في أكتوبر 2019. يتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم إلى مدينة سان بيترسبيرغ بروسيا الاتحادية للمشاركة في فعاليات النسخة الثانية من القمة الإفريقية الروسية. وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن القمة الإفريقية الروسية تم تدشينها عام 2019 تحت الرئاسة المصرية للاتحاد الإفريقي، حيث عقدت دورتها الأولى في مدينة سوتشي الروسية تحت الرئاسة المصرية الروسية المشتركة، وذلك بهدف دعم وتعميق العلاقات المتميزة والتاريخية بين القارة الإفريقية وروسيا، بالإضافة إلى تعزيز التشاور بين الجانبين حول كيفية التصدي للتحديات المشتركة، أخذا في الاعتبار أن القمة الثانية هذا العام ستتضمن عقد جلستين عامتين وسيصدر عنها إعلان ختامي. وأضاف المتحدث أنه سيعقد على هامش القمة عدد من الفعاليات الاقتصادية والتجارية والثقافية، أبرزها المنتدى الاقتصادي والإنساني. وأضاف المتحدث أنه من المقرر أن تشهد الزيارة أيضا لقاء الرئيس السيسي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية على كافة الأصعدة، وذلك في إطار الروابط الوثيقة التي تجمع بين مصر وروسيا، وحرص البلدين على تدعيم التعاون بينهما ومواصلة التشاور المكثف حول القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك. We'll be right back.
وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا مباشرة من مدينة سان بطرسبرغ الروسية موفد التلفزيون المصري أحمد عبد الصمد. أحمد أهلا بك. في البداية، يعني القمة الأولى التي عقدت برئاسة روسية مصرية في 2017 حملت عنوان من أجل السلام والأمن والتنمية، ماذا عن هذه القمة الثانية وأبرز الحضور من القادة الأفارقة والفعاليات؟ نعم محمد، أتحدث إليك من مدينة سان بطرسبرغ بشمال شرقي روسيا تحديدا، حيث من المقرر أن تستضيف هذه المدينة النسخة الثانية من القمة الروسية الإفريقية. هذه القمة التي انطلقت في نسختها الأولى في عام 2019، هذه النسخة تعد بمثابة تنفيذا لمخرجات البيان الختامي لقمة سوتشي في 2019، والتي قرر فيها القادة والزعماء في بيانها الختامي على أن تنعقد هذه القمة بشكل شبه دوري يعقد كل 3 سنوات تحديدا. اليوم تنطلق هذه النسخة الثانية بوصول القادة والزعماء ورؤساء الدول الإفريقية تحديدا، وفي صدارة هؤلاء بالطبع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الذي أعلن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في صباح اليوم توجهه إلى مدينة سان بطرسبرغ للمشاركة في أعمال هذه القمة، والتي تأتي هذه المشاركة حرصا من مصر على مصالح القارة الإفريقية وما يربط القارة الإفريقية بدولة روسيا الاتحادية تحديدا، من على علاقات وثيقة، علاقات تاريخية. فالكل يعلم كيف ساهمت روسيا في دعم حركات التحرر تحديدا في الاتحاد الإفريقي أو في الدول الإفريقية. نتحدث عن قمة من المفترض محمد أن تناقش العديد من الموضوعات، ولكن إذا تحدثنا عن الموضوعات الرئيسية فسنجد أنها سوف تتمحور في 4 موضوعات رئيسية: أمن الغذاء، أمن الطاقة، وأيضا نتحدث عن التكنولوجيا وتوطين الصناعة، أو يعني بالتحديد كمان أيضا ملف الرعاية الصحية. هذه هي الموضوعات الرئيسية المدرجة على جدول أعمال القمة، القمة التي سوف ينعقد خلالها أكثر من 30 جلسة فرعية، بالإضافة إلى جلستين رئيسيتين. هؤلاء أو هاتين الجلستين سوف يشارك فيهما القادة والزعماء في الدول الإفريقية. بالعودة مرة أخرى عن وصول السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، فنحن في انتظار وصوله إلى هنا، وأنا أقف الآن من أمام مقر إقامته في مدينة سان بطرسبرغ بالتحديد. ربما نحن أمام دقائق أو يعني أقل من ساعة ويصل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للمشاركة في هذه النسخة. إذا تحدثنا أيضا عن جدول أعمال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية هنا في مدينة سان بطرسبرغ، فمن المتوقع وبحسب البيان الرسمي لرئاسة الجمهورية فإن من المفترض أن تعقد قمة ثنائية أو لقاء ثنائي ما بين السيد الرئيس ونظيره الروسي فلاديمير بوتين. هذا اللقاء يتم من خلاله بحث العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك فيما بين البلدين، وتعزيز أواصر التعاون بين البلدين، بين روسيا وأيضا بين كما نتحدث جمهورية مصر العربية. جدير بالذكر بأن هذه الزيارة تتزامن مع مرور 80 عام من العلاقات المصرية الروسية، والتي من المفترض أن يتم الاحتفاء بها في شهر أغسطس المقبل. فنتحدث ربما عن أيام قليلة وتنطلق هذه الاحتفالية الخاصة بالعلاقات المصرية الروسية، فهي علاقات متأثرة، علاقات ذات يعني جذور تاريخية. فالكل يعلم كيف ساعدت مصر في روسيا مصر في تشييد السد العالي، وأيضا إنشاء القلعة الصناعية لها في 60 القرن الماضي. وحديثا نجد أنه تم تفعيل الاستراتيجية الخاصة بالشراكة في عام 2021 من خلال تنفيذ روسيا للمنطقة الصناعية بقناة السويس تحديدا، بمشاركة عدد من رجال الأعمال روس، فضلا عن وجود روسيا في مصر في ملف الطاقة، حيث تقوم روسيا بإنشاء محطة الطاقة النووية بمنطقة الضبعة بالساحل الشمالي. هذه هي العلاقة
العلاقات المصرية الروسية التاريخية. بالعودة مرة أخرى عن ملفات القمة، فمن المفترض أن يكون ملف الأمن الغذائي من أهم الملفات المدرجة على طاولة النقاش، وذلك بالتزامن مع انسحاب روسيا من اتفاقية توريد الحبوب تحديدا، والكل يعلم بأن المتضرر ربما الأوحد من هذه الاتفاقية هو أو هي الدول الإفريقية تحديدا. ولكن هناك تعهدات من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستمرار توريد الحبوب إلى الدول الإفريقية، وأن السبب من الانسحاب هو أنه وجد بأن الحبوب التي تخرج من أوكرانيا تصل إلى نحو 70% منها يصل إلى الدول الغنية ذات الدخول المرتفع، فبالتالي لا يستفيد منها الدول الإفريقية. إذن نحن أمام قمة ربما بسبب المعطيات المفروضة على الساحة الدولية هي قمة شديدة البعد، سواء كان للجانب الإفريقي أو أيضا للجانب الروسي. فروسيا يعني تريد أن تتوجه نحو إفريقيا تحديدا، ولديها باع ولديها بعد تاريخي في ذلك تريد أن تبني عليه، وإفريقيا تريد أن تؤمن احتياجاتها من الغذاء، وتريد أن تستفيد من التجربة الروسية تحديدا وما تملكه من تكنولوجيا حديثة في الزراعة. ولدى إفريقيا أراضي زراعية شاسعة، من الممكن أن يحدث فيها تعاون ويكون هناك طفرة في ملف الأمن الغذائي تحديدا. أيضا من المفترض أن يتم دراسة عدد من الملفات أو مناقشة عدد من الملفات الهامة، انضمام أعضاء جدد للبريكس، وأيضا تشكيل عالم متعدد الأقطاب، بالإضافة إلى إنشاء بنية عادلة للعلاقات الدولية وتطوير العلاقات الاقتصادية. نحن يعني كما ذكرت نتحدث مرة أخرى من أمام مقر إقامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي من المفترض أن يتوجه إليه بمجرد وصوله إلى هنا إلى مدينة سان بطرسبرغ للمشاركة في أعمال هذه القمة والنسخة الثانية من القمة الروسية الإفريقية. عودة إليك مرة أخرى محمد. أشكرك جزيل الشكر أحمد عبد الصمد، موفد التلفزيون المصري، كنت معنا مباشرة من مدينة سان بطرسبرغ الروسية. ونتابع مع حضراتكم الآن على الهواء مباشرة وصول السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مقر إقامته بمدينة سان بطرسبرغ الروسية، حيث المشاركة في القمة الثانية الروسية الإفريقية. تشهد العلاقات المصرية الروسية نقلة نوعية وتطورا ملحوظا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي. وتعد مصر الشريك التجاري الأول لروسيا في إفريقيا، لا سيما مع زيادة التعاون الاقتصادي بين القاهرة وموسكو. علاقات تاريخية تجمع مصر وروسيا، حيث احتفل البلدان هذا العام بمرور 80 عاما على بدء العلاقات الدبلوماسية بينهما، وهي العلاقات التي تشهد زخماً كبيراً في مختلف المجالات على المستويين الرسمي والشعبي. وشهدت العلاقات السياسية بين البلدين طفرة كبيرة عقب تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي المسؤولية، حيث حرص على تعزيز وتوطيد التعاون بين البلدين على كافة المستويات خاصة السياسية منها. وعززت زيارة الرئيس السيسي لروسيا واللقاءات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين قوة ومتانة العلاقة الاستراتيجية بين البلدين، حيث عكست حرص البلدين على تبادل الدعم السياسي على المستويين الإقليمي والدولي، وتشاركهم في رؤية موحدة في مواجهة الإرهاب، وتحقيق مصلحة مشتركة في دعم النمو الاقتصادي في البلدين والفرص الاقتصادية التكاملية. وتحرص مصر وروسيا على فتح قنوات الاتصال المتواصلة لمناقشة العديد من القضايا الإقليمية والدولية، فضلاً عن التنسيق
التنسيق في العديد من القضايا الهامة، خاصة تطورات القضية الفلسطينية والأوضاع في سوريا وليبيا ومجمل الأوضاع في المنطقة. وشارك رئيس الوزراء مصطفى مدبولي نيابة عن الرئيس السيسي في الاجتماع الموسع الذي عقده رؤساء المبادرة الإفريقية المشتركة للمساهمة في تسوية الأزمة الروسية الأوكرانية مع الرئيس بوتين في مدينة سان بطرسبرغ بحضور سامح شكري وزير الخارجية في شهر يونيو من عام 2023، حيث أكد دعم مصر القوي لجهود المساهمة في تسوية الأزمة الروسية الأوكرانية. العلاقات المصرية الروسية اكتسبت قوة دفع قوية جديدة في عهد الرئيس السيسي، حتى أصبحت أكثر تميزاً في ظل الظروف الدولية الراهنة التي تتسم بعدم الاستقرار. وقد ارتبطت علاقات مصر مع روسيا بالظروف السياسية على المستوى الدولي التي كان لها دور كبير في التقارب المصري الروسي. وللمزيد معنا على الهاتف السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق. بعد التحية سيادة السفير، يعني ما هي نظرتك لمشاركة مصر في مثل هذه القمة الهامة التي تجمع روسيا بالدول الإفريقية؟ مما لا شك فيه أن مصر بصفتها قوة أفريقية رائدة، وكانت من بالتعاون مع روسيا خلال رئاستها للاتحاد الأفريقي في الفترة من 2019 ل 2020 ساهمت مع الحكومة الروسية في إطلاق النسخة الأولى من منتدى روسيا أفريقيا. ومصر بالإضافة إلى هذا، مصر حاليا السياسة الخارجية المصرية بتركز بصفة خاصة على كافة القضايا الأفريقية، وبالتالي المشاركة المصرية في النسخة الثانية من منتدى روسيا وأفريقيا هيعود بالنفع على كافة الأطراف، على مصر وعلى الدول الأفريقية وعلى مستقبل
العلاقات الروسية الأفريقية. احنا أمام النسخة الثانية من هذا المنتدى. طبعا النسخة الثانية بتنعقد في إطار دولي معقد وإطار دولي بيمثل على ضوء الحرب في أوكرانيا، بيمثل تحديات سياسية واقتصادية وأمنية للدول الأفريقية. إذن هل برأيك يعني سعادة السفير، برغم كل هذه التحديات، كيف سنصل إلى حلول وبالأخص أن هناك ملفات عدة مطروحة؟ حضرتك يعني من ضمن الجلسات، يعني طبعا أحب أوضح أنه النسخة الثانية من هذا المنتدى بتنعقد بعد أيام من تعليق روسيا مشاركتها في مبادرة الأمم المتحدة لتصدير القمح إلى دول العالم، وبالتالي الدول الأفريقية من أكثر الدول التي ستتأثر إذا ما استمر هذا الوضع دون حل. وبالتالي في حضرتك قضية هامة معروضة على هذه على هذا المنتدى، أطلقت عليها الجهة المنظمة للمنتدى السيادة شراكة، إطلاق شراكة روسية أفريقية من أجل السيادة الغذائية. إذا ترجمنا هذا الشعار إلى أو بسطناه حضرتك، يعني هو يقصد التعاون بين روسيا وأفريقيا لتوفير الأمن الغذائي للدول الأفريقية، وخصوصا الدول الأفريقية الأكثر فقرا والدول الأفريقية اللي مديونتها الخارجية مرتفعة للغاية. وبالتالي هذا المنتدى ما نتوقعه منه هو أن يتوصل إلى خريطة عمل تؤكد فيها روسيا التزامها بتوفير وتأمين الأمن الغذائي للدول الأفريقية. نعم، إذا من وجهة نظرك سيادة السفير أن من أهم الملفات المطروحة على رأس الطاولة في هذه القمة هو الأمن الغذائي وبالأخص للقارة الإفريقية. ده في تقديري، هو المنتدى اسمه المنتدى روسيا أفريقيا. نعم. النسخة الثانية منه. نعم. والهدف من إطلاق هذا المنتدى هو كان تعزيز العلاقات الروسية الأفريقية. نعم. العلاقات الروسية الأفريقية حضرتك بعد اشتعال الحرب في أوكرانيا بتواجه تحديات عدة، إنه أولا ضغوط من الدول الغربية على كل الحكومات الأفريقية لإدانة ما يسمى في روسيا العملية العسكرية الخاصة. ثانيا إنه في تنافس شديد بين الولايات المتحدة وروسيا من أجل تعزيز تواجدهما ومصالحهم في القارة الأفريقية. وهذه النسخة الثانية بتنعقد حضرتك بعد قمة أمريكية أفريقية استضافتها واشنطن في ديسمبر الماضي وشارك فيها السيد الرئيس. فهذه النسخة الثانية من المنتدى روسيا أفريقيا أو في وجهة نظر روسية وفي وجهة نظر أفريقية. دعينا نركز على ما تريد الدول الأفريقية من هذه النسخة الثانية، وتقديري المتواضع أن أخطر وأهم قضية هي قضية توفير القمح إلى الدول الأفريقية وبأسعار أو بتسهيلات في السداد أو مجانا. الحكومة الروسية منذ أيام قليلة مضت أعلنت أن هي على استعداد لتزويد الدول الأفريقية بما تحتاجه من القمح سواء عبر تسهيلات تجارية أو مجانا. فحضرتك دعينا ننتظر ماذا ستتمخض عنه هذه النسخة الثانية من منتدى روسيا أفريقيا على هذا الصعيد. النقطة الأخرى وهي مرتبطة أيضا بالحرب الأوكرانية، طبعا القادة الأفارقة يتمنون ويتطلعون إلى انتهاء الحرب في أوكرانيا. فأتصور حضرتك أن هو دوت القضية الرئيسية اللي حيتم التركيز عليها، وأعتقد كلمات الرؤساء الأفارقة في هذه النسخة الثانية هتركز على هذا، وهتركز على الأمن الغذائي لأفريقيا وارتباط ذلك بعديد من التحديات الأخرى سواء كانت اقتصادية أو أمنية أو اجتماعية. إذن يعني سعادة السفير، دعنا أيضا نتذكر أهم الفعاليات التي خلص إليها المؤتمر أو القمة السابقة، وكلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في والتأكيد على عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة. هل سيتم استكمال هذه الفعاليات بنفس السياق في هذه القمة أيضا؟
حضرتك المشهد الدولي تغير بصورة ملموسة منذ عام 2019 اللي هو شهد انعقاد النسخة الأولى من منتدى روسيا، وبالتالي النسخة الثانية أمامها حضرتك جملة من القضايا والتغيرات والتطورات في المشهد الدولي والمشهد الأفريقي تستدعي أن الطرح الأفريقي بقى مختلف عن الطرح اللي في النسخة الأولى. طبعا في مسائل حضرتك لا تتغير، مثل مثلا تعزيز العلاقات الروسية الأفريقية في شتى المجالات، بس دي كلها عناوين عامة. أما النسخة الثانية كما اتفقنا، يعني وأرجو أن حتى اتفق معايا في الرأي، أن هي بتنعقد في مشهد دولي مختلف، وبالتالي مخرجات هذه النسخة الثانية من المنتدى الروسي الأفريقي نتمنى ونتوقع أن هي تكون على مستوى التحديات الدولية والأفريقية اللي شاهدناها خلال العام ونصف الماضي، سواء في ضوء الحرب الأوكرانية أو في ضوء التنافس الشديد بين القوى الكبرى في الانخراط مع القضايا الأفريقية وفي التغلغل في القارة الأفريقية. طبعا القوى الكبرى بتعمل على مصالحها، على تأمين مصالحها، لكن يتبقى أن الدول الأفريقية في هذه النسخة الثانية أن هي تطرح أيضا رؤاها ماذا تتوقع من روسيا. نعم، يعني دعني أيضا يعني أسترجع يعني أهم النقاط، وهي مشاركة مصر بهذا الثقل في هذا في هذه القمة وهذا المنتدى. يمكن هل يؤجج ويؤكد زعامة مصر في القارة الإفريقية ومكانتها؟ حضرتك مصر، يعني مصر مش محتاجة، مصر دولة أفريقية من تاريخيا وجغرافيا، الدائرة الأفريقية من أهم دوائر السياسة الخارجية المصرية، ومصر بتعد يعني قوة أفريقية رئيسية، وحتى إذا خدنا حضرتك المؤشرات الاقتصادية، الاقتصاد المصري بيعتبر ثاني اقتصاد في أفريقيا بعد اقتصاد جنوب أفريقيا. فمصر قوة أفريقية سواء في الإطار السياسي أو من المنظور الاقتصادي، أو دورها حضرتك في أفريقيا في التاريخ الحديث والمعاصر، وبالتالي مش محتاجين حضرتك، يعني الوجود المصري في مثل هذه المنتديات بيضيف إلى هذه المنتديات. ده أول نقطة. ثاني نقطة في تقدير المتواضع أن مصر حضرتك لا تعزف منفردة في على الصعيد الأفريقي. مصر عندما تتحرك أفريقيا هي تتحرك في إطار التنسيق والتعاون مع سائر الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي من أجل الأجندة الأفريقية. فمصر تتبنى الأجندة الأفريقية، وفي ذلك دائما ما تنسق وتتعاون وتتبادل المشورة ووجهات النظر مع سائر الدول الأفريقية، كما رأينا في مشاركة وكلمات السيد الرئيس أمام حضرتك الاجتماع التنسيقي النصف سنوي لرؤساء الحكومات الأفريقية والمنظمات الاقتصادية الأفريقية الذي استضافته كينيا حضرتك منذ أسبوعين. صحيح، بالفعل. جزيل الشكر لك السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق. وتشهد العلاقات المصرية الروسية نقلة نوعية وتطورا ملحوظا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي. وتعد مصر الشريك التجاري الأول لروسيا في إفريقيا، لا سيما مع زيادة التعاون الاقتصادي بين القاهرة وموسكو. علاقات اقتصادية قوية تجمع مصر وروسيا،
والتي شهدت نقل نوعية وتطورا ملحوظا منذ زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لروسيا عام 2015، حيث تم تذليل كافة العقبات التي كانت تعترض انسياب حركة التجارة بين البلدين. بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال 8 أشهر الأولى من عام 2021 نحو 3 مليارات دولار، بزيادة تقدر 35% عن نفس الفترة من العام السابق. مثلت مصر الشريك التجاري الأول لروسيا في أفريقيا بنسبة تعادل 83% من حجم التجارة بين روسيا وأفريقيا، كما تحصل مصر على نسبة 33% من حجم التبادل التجاري بين روسيا والدول العربية. وصل عدد الشركات الروسية في مصر إلى 467 شركة تعمل بمجالات مختلفة مثل البترول والغاز، كما أن المنطقة الصناعية الروسية في مصر يتوقع أن تضخ استثمارات بقيمة 7 مليارات دولار وتوفر 35,000 فرصة عمل. شهدت قيمة التجارة بين مصر وروسيا الاتحادية نمواً بنسبة 13% خلال شهر يناير 2021، لتسجل نحو 369.18 مليون دولار في مقابل 327.171 مليون دولار خلال نفس الشهر من عام 2020، لتستحوذ على 4.5% من إجمالي تجارة مصر خلال هذا الشهر. وصلت قيمة الصادرات المصرية لروسيا 356 مليون دولار بزيادة تقدر بنحو 26.5% في عام 2018 عن العام السابق له. تتعاون مصر وروسيا في العديد من المشروعات التنموية الهامة التي يتعاون البلدان في تنفيذها بمصر، من بينها مشروع إنشاء محطة الضبعة للطاقة النووية ومشروع المنطقة الصناعية الروسية بمحور قناة السويس، كذلك التعاون في قطاعات الطاقة والنفط والغاز والمجال الزراعي، ما يجعل العلاقات بين البلدين نموذجاً للعلاقات القوية بين الدول. ونبقى مع هذا الخبر العاجل. وصول السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مدينة سان بطرسبرغ الروسية للمشاركة في القمة الإفريقية الروسية الثانية، وينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ أكرم القصاص رئيس تحرير جريدة اليوم السابع. أستاذ أكرم، بعد التحية، يعني نبقى مع ما ذكره التقرير من أرقام هامة للغاية تشير إلى تنامي العلاقات المصرية الروسية في على المستوى الاقتصادي في الآونة الأخيرة. يعني في البداية، كيف ترى أولويات مصر من حضور والمشاركة في القمة الإفريقية الروسية في ظل التجاذبات الكبرى التي يشهدها العالم في الآونة الأخيرة؟ يعني هو طبعا سياسة مصر الخارجية قائمة على التعاون والشراكة والانفتاح مع كافة القوى الإقليمية والدولية بشكل واسع. الأمر الآخر هو فيما يتعلق بأفريقيا، مصر على مدى السنوات اللي فاتت والرئيس عبد الفتاح السيسي يعني قادت لعقد قمة أفريقيا أوروبا، أفريقيا اليابان، أفريقيا الصين، أفريقيا الولايات المتحدة. ده جزء مهم جدا، أولا من طرح قضايا أفريقيا في التنمية وحقها في التنمية وإنها ما تظلش مواد خام أو غيره. وفي كاب 27 كانت مصر بتتحدث بلسانها ولسان أفريقيا كحق من في التنمية وغيره. أمر آخر، العلاقة المصرية الروسية علاقة قديمة ومستمرة بشكل واضح فيما يتعلق بالاقتصاد، بالعلوم، بالصناعة، في منطقة صناعية روسية مفترض أنها ستضخ استثمارات كبيرة في مصر بشكل كبير. وفيما يتعلق بالتجاذبات، مصر لديها وجهة نظر. أولا، مصر طوال الوقت تطرح مبادرات لإحلال السلام ووقف الحرب بشكل عام. ثانياً، بتاخد موقف واضح جداً فيما يتعلق بهذا الأمر. أعتقد أنه كافة الأطراف تعترف بأنه مصر قادرة، دائماً مواقفها بتكون مواقف أولاً متوازنة ولا تتدخل في الشؤون الداخلية للدول، لكنها دائماً تسعى في الصراعات إلى مسارات سياسية أو غيره. ويمكن في افتتاحية كاب 27 رئيس عبد الفتاح السيسي قدم مبادرة لوقف الحرب وغيره. وعلاقة مصر سواء بروسيا أو بأوكرانيا فيما يتعلق بالتجارة، بالزراعة، بالتعاون بشكل عام قائمة ومستمرة. العلاقات الاقتصادية والعلاقات التجارية وعلاقات التنمية والتعاون الاقتصادي والشراكات وغيره بالتأكيد قائمة ومهمة، لأنه يعني التبادل التجاري مع أفريقيا، التعاون فيما يتعلق بالصناعة، فيما يتعلق بتوطين الصناعة والطاقة وغيره قائمة ومستمرة على مدى سنوات. وأظن أنه في تعاون في مفاعل الضبعة السلمي في مصر
روسي، خبرات روسية وخبرات أوروبية وغيره في سياقات مختلفة زي ما قلنا المنطقة الصناعية أو كده. فطبعا العلاقات التجارية والعلاقات الاقتصادية علاقات دائما مستمرة، وأظن أن دول العالم كل دولة بتحدد بناء على مصالحها وبناء على اتجاهاتها دون أن تتدخل في شؤون أخرى أو في صراعات دولية وإقليمية. ومصر سواء فيما يتعلق بالصناعة أو التجارة أو العلاقات الاقتصادية بتنفتح مع كل دول العالم، ولها أعتقد شراكات ولجان مختلفة سواء مع الدول العربية ومع الإقليم أو مع دول العالم والقوى المختلفة، تعاون علمي، تعاون اقتصادي وصناعي وغيره. هذا التنوع مهم جدا بعدم وجود يعني اتجاه واحد في هذا الأمر. العلاقات الروسية المصرية التجارية والاقتصادية بتنامى بشكل كبير، العلاقات بين روسيا وأفريقيا وغيره في جزء مهم جدا في هذه القمة، استمرار العمل فيما يتعلق بما بعد إلغاء بقية الحبوب، وأعتقد أنه هيبقى جزء مهم جدا في هذا الأمر. يعني طرحه بشكل كبير سيكون ملفات الاقتصادية على طاولة زعماء القارة في بطرس بيرد، مشكلات الأمن الغذائي في ظل انتهاء صفقات الحبوب الأوكرانية، الارتقاء بالشراكة التجارية والتعاون في اتجاهات مختلفة. يعني طيب، يعني هل حضرتك ترى أن ملف الغذاء هو الذي سيطغى على القمة الثانية للقارة، القمة الثانية الروسية الإفريقية، أم أن هناك ملفات أخرى لها أولوية؟ يعني ما هي أولويات أو القضية الأبرز المطروحة على أجندة هذه القمة؟ بالتأكيد مشكلات الأمن الغذائي والقمح وغيره ستكون جزء مهم من هذا الأمر. أيضا في ملفات أخرى، ملفات زي ما احنا قلنا الصناعة، التعاون فيما يتعلق العلمي، التعاون الصناعي، التعاون في الخبرات، تبادل الخبرات في النقل، في التنمية بشكل عام، حق أفريقيا في أنها يكون لديها تنمية واتصالات وبنية أساسية، حقوق أفريقيا فيما يتعلق بالمناخ وتعويضات الدول الصناعية الكبرى لمسارات التنمية في أفريقيا. احنا بنتكلم على انه روسيا صدرت في الشهور الاولى حوالي 10 ملايين طن من الحبوب، فدي جزء مهم سواء روسيا او اوكرانيا او ما بعد الغاء الاتفاقيه. افريقيا فيها مواقع كثيره جدا وفرص كثيره في هذه الاستثمارات، برضو مهمه في هذا الامر بشكل واضح. اعتقد انه اقتصاد العالم الجديد جزء من يعني حلقه نقاشيه مهمه، ممارسه الاعمال التجاريه في افريقيا، الظروف والفرص ده جزء هيبقى مهم جدا، الامن المتكامل والتنميه المختلفه، الشراكه من اجل السياده الغذائيه، مشاكل الانتقال الى التنميه في حلقات نقاش زي النظام العالمي الجديد، زي التنميه في افريقيا والدول المختلفه، في جزء التبادل التكنولوجي والحلول التكنولوجيه في جلسات مختلفه في هذا الامر. وجود عدد كبير من زعماء افريقيا سيكون مناسبه لطرح الكثير من القضايا فيما يتعلق بالتنميه، متعلق بتنميه الموارد والصناعه والتجاره، البنيه الاساسيه والطاقه، فكلها ملفات يعني اظن ستكون مهمه. واحنا قلنا انه الاقتصاد والصناعه والتجاره يعني مسارات مهمه جدا لدول العالم بترتبط بمصالحها دون ان تتداخل حتى في مسارات يعني سياسيه هنا او هناك. بالتاكيد يعني نتحدث عن 49 بلدا افريقيا و17 زعيما يشاركون في هذه القمه، ولكن ما هي من وجهه نظرك استاذ اكرم، ما هي اولويات روسيا من القمه الافريقيه الروسيه الثانيه؟ هي مش هتكون اولويات روسيا فقط، بالتاكيد اولويات روسيا واولويات الدول المشاركه، يعني في 17 زعيم مشاركين. بالتاكيد حضرتك تحدثت عن اولويات القاره الافريقيه، كيف تنظر روسيا الى هذه القمه الثانيه؟ بالتاكيد جزء مهم جدا زي ما احنا قلنا، اولا الاقتصاد بتحركه المصالح المباشره وغير المباشره، العلاقات الاقتصاديه والتجاريه، استثمارات وتعاون روسي اكيد فتح مجالات للاستثمار، دول العالم كلها بتتنافس على فتح مجالات استثمارات في افريقيا، افريقيا فيها بنيه اساسيه واعده، فيها مشروعات وفرص كثيره جدا، وده جزء مهم من الكلام المطروح، وبالتالي طبيعي انه اي علاقات اقتصاديه بتعود بالفائده او النتائج على الطرفين وليس على طرف واحد، فبالتاكيد روسيا لديها مصالح تجاريه، مصالح اقتصاديه، مصالح تقنيه واستثمارات
الاستخبارات الخارجية، تعاون في مجالات النقل، في مجالات الطاقة، في مجالات توطين الصناعات. أعتقد ده جزء مهم جدا، مش بس لروسيا لوحدها، لدول كثيرة زي الصين ودول أخرى زي الدول الأوروبية، وده جزء مهم جدا. وبالتالي فطبيعي إنه روسيا بتستهدف عوائد اقتصادية من استثماراتها، مش لما الدول الأفريقية تستهدف عوائد، لأنه دائما حتى مصر بتطرح فكرة إنه كلا الطرفين يكون رابح من الاستثمارات، وإنه أفريقيا ما تبقاش مواد خام بس، ده بيدي فرص للتوطين الصناعي، وبالتالي فدولة الصناعة نفسها تستفيد والدول اللي بتستثمر في هذا الأمر تستفيد. فبالتأكيد روسيا لديها مصالح سياسية، مصالح اقتصادية، مصالح تجارية مع دول أفريقيا، مثلما الدول الاقتصادات الكبرى، وروسيا دولة كبيرة ولديها مصالح كثيرة، وأعتقد ده معروف بشكل كبير في هذا الأمر. طيب حجم التجارة أو نصيب روسيا في التجارة الخارجية مع القارة الإفريقية يزيد عن 2% بقليل، كيف يمكن للقمة الثانية أن تدفع هذا الرقم إلى آفاق أرحب وحجم يعكس عمق العلاقات التي تجمع روسيا بعدد كبير من دول القارة الإفريقية؟ بالتأكيد مثل هذا القمم بيتم طرح فيها إما الفرص المطروحة أو خرائط التنمية موجودة، وبالتالي فممكن يتم مضاعفة هذه الأرقام على مدى السنوات القادمة، وأي فرصة للتنمية في أفريقيا بتعكس للطرف الآخر بالتأكيد مصالح مختلفة، يمكن أن تتضاعف هذه النسبة بدرجة أو بأخرى، خاصة في مجالات الغذاء، في مجالات التنمية، في مجالات الزراعة، في مجالات النقل، في الطاقة. وأظن الملفات كلها بتبقى متشابكة بشكل كبير، مما يعكس أهمية إنه الالتفات. فمثل هذه القمم واللقاءات المباشرة والورش والمناقشات اللي بتدور بتطرح الفرص اللي موجودة في أفريقيا وما يمكن أن تستهدفه روسيا من هذه الفرص أو تستفيد منه فيما يتعلق بالاقتصاد والتنمية وغيره. طب إلى أي مدى العلاقات أو القضايا السياسية ستطغى على أعمال هذه القمة الثانية؟ الواضح أنه حتى الآن أغلب الملفات اللي مطروحة هي ملفات اقتصادية وملفات تجارية، لأنه حتى السياسة نفسها في جزء منها الغاز أو الطاقة أو المنافسات أو هذا الأمر. صحيح. وبالتالي فمن المهم جدا أن كل طرف بيكون لديه وجهة نظر في هذه الأمر، لكن الظاهر مثلا فيما يتعلق بالدولة المصرية أعتقد وجهة نظرها في القضايا السياسية واضحة، بتطرح دائما مبادرات للحل لا تتدخل في الشؤون الداخلية للدول، وبالتالي فالفرص أكثر فيما يتعلق بالاقتصاد والتجارة. بالتأكيد السياسة ستكون في خفيف الصورة، لكن كل دولة أعتقد لها وجهة نظر تجاه ما يجري في العالم، لكن الأهم هنا هو إنه انعكاسات الاقتصادية للحرب الروسية الأوكرانية بتؤثر على كل دول العالم بما فيها روسيا وأفريقيا وأوروبا وغيره. صحيح. ومصر وباقي الدول، والتعامل مع هذه الأزمة بتعمل بحلول مختلفة، وبناء عليه فإذا كانت السياسة في خلفية الصورة فإن كل دولة لها وجهة نظر واضحة، وأظن أنه سواء الاتحاد الأفريقي أو أفريقيا أو مصر أو غيره لديهم وجهة نظر في هذا الأمر، أعتقد أنها وجهة نظر واضحة تراعي مصالح هذه الدول وتوازناتها. يعني الدولة زي مصر منفتحة مع كل دول العالم ومع كافة الأطراف هنا وهناك، وبالتالي ده أمر واضح، وأعتقد ده أمر بيحظى به احترام وثقة دولية وإقليمية. صحيح. لأنه المواقف المصرية دائما واضحة، ما ضد الصراع ومع الحلول السلمية ومع المنظمات الدولية أو القوى الدولية تكون قادرة على التدخل في هذه السياسة. وأظن أنه أزمة الحرب الروسية الأوكرانية هي أزمة تتعلق بالنظام العالمي والنظام الدولي بما فيه روسيا وأوروبا وغيره، وربما مطلوب إصلاح هذا النظام بالشكل الذي يتدخل في هذه الصراعات ليقلل من انعكاساتها. ودايما مصر بترى أنه العالم والكرة الأرضية بتعاني من مشكلات ربما تحتاج إلى تضافر دولي، وبالتالي تقليل الصراع والدفع نحو الشراكات والتعاون. أشكرك جزيل الشكر الأستاذ أكرم القصاص رئيس تحرير جريدة اليوم السابع. We'll be right back.
وللمزيد معنا من مدينة سان بطرسبرغ الروسية موفد التلفزيون المصري أحمد عبد الصمد. أحمد، بعد التحية، تابعنا منذ قليل وصول السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مدينة سان بطرسبرغ. أطلعنا أيضا على جدول أعمال السيد الرئيس على هامش القمة. نعم شروق، تحدث إليك من أمام مقر إقامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في مدينة سان بطرسبرغ التي وصل إليها منذ قليل للمشاركة في النسخة الثانية من القمة الروسية الإفريقية. ويعني كما أعلن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، هذه المشاركة تأتي للسيد الرئيس يعني حرصا من سيادته على دعم والوقوف مع الجانب الروسي ودول القارة السمراء لمواجهة التحديات. فكما نعلم جيدا أن مصر دائما ما تتحدث عن لسان القارة الإفريقية ودائما محملة بهموم ومشاكل القارة الإفريقية، وهو ما ظهر جليا أثناء قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للاتحاد الإفريقي في 2019، وهو نفس التاريخ أو نفس العام الذي انطلقت فيه النسخة الأولى في سوتشي تحديدا للقمة الروسية الإفريقية. هذه القمة التي كان في بيانها الختامي نص على أن تعقد مرة كل 3 سنوات، ربما غاب عن القمة الأولى في نسختها الأولى العديد من التحديات التي ظهرت بعد هذه القمة كجائحة كورونا وما خلفتها هذه الجائحة من تحديات تتمثل في ملف الرعاية الصحية الذي هو ملف مدرج على طاولة النقاش للقادة والزعماء، وأيضا ملف الأمن الغذائي ما بعد الحرب الروسية الأوكرانية تحديدا وانسحاب موسكو من اتفاقية توريد الحبوب مع تعهدات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستمرار توريد الحبوب إلى القارة الإفريقية. بالحديث عن والإجابة عن سؤالك شروق في جدول أعمال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، فمن المفترض بحسب البيان الرسمي لرئاسة الجمهورية أن يكون هناك لقاء ثنائي أو قمة ثنائية ما بين السيد الرئيس ونظيره الروسي فلاديمير بوتين. هذه القمة التي سوف يتم من خلالها مناقشة العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك ما بين الجانبين، ودعم أسر التعاون فيما بين البلدين الصديقين في هذه المجالات وهذه التحديات تحديدا. هذه الزيارة شروق تأتي بالتزامن مع مرور 80 عام على العلاقات الروسية المصرية، فكما نعلم العلاقات الروسية المصرية هي علاقات يعني متجذرة منذ ستينيات القرن الماضي تحديدا، فمصر يعني كانت شريك لها في تشييد السد العالي الجانب الروسي، وأيضا موسكو ساهمت مع مصر في بناء قلعتها الصناعية في ستينيات القرن الماضي، وفي عام 2021 تم تنفيذ برنامج الشراكة الاستراتيجية ما بين موسكو والقاهرة، ودخل حيز التنفيذ لبناء المنطقة الصناعية في قناة السويس، هذه المنطقة اللوجستية التي تتم من خلال رجال الأعمال الروس، فضلا عن إقامة موسكو لمحطة الطاقة النووية في منطقة الضبعة بالساحل الشمالي. وإذا تحدثنا عن العلاقات الروسية والدعم الروسي في الماضي، فسنجد أيضا أن هناك كان دعما لمصر في تسليح الجيش المصري ما بعد حرب 67. إذن هي علاقات متأصلة، علاقات قوية جدا تجمع الجانب المصري بالجانب الروسي، وربما صحيح. يعني خير دليل على ذلك بأن أول اللقاءات التي سوف يجريها اليوم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد وصوله منذ قليل إلى مدينة سان بطرسبرغ بشمال شرقي روسيا تحديدا، هو اللقاء الثنائي الذي سوف يتم مع نظيره الروسي. إليك مرة أخرى. نعم، جزيل الشكر لك أحمد عبد الصمد موفد التلفزيون المصري من مدينة سان بطرسبرغ روسيا. We'll be right back.
ونعود لاستكمال ما تبقى لنا من أخبار في هذه النشرة، حيث أكد رئيس مجلس الوزراء أهمية مشروع إنتاج حامض الفوسفوريك بالوادي الجديد لما يمثله من إسهامات كبيرة في تحقيق التنمية المستدامة للمحافظة. وخلال الاجتماع الذي عقد لمتابعة مستجدات مشروع إنتاج حامض الفوسفوريك بهضبة أبو طرطور بمحافظة الوادي الجديد، أكد مدبولي أن المشروع يعمل على تلبية احتياجات السوق المحلية من المنتج وتقليل فاتورة استيراده وتوفير الآلاف من فرص العمل. هذا واطلع مدبولي على الموقف التمويلي للمشروع والجدول الزمني المقترح لتنفيذه، فضلا عن استعراض موقف التواصل مع مستثمرين استراتيجيين للمساهمة في هذا المشروع الحيوي. تستمر الأكاديمية الوطنية للتدريب وتأهيل الشباب اليوم الثالث والأخير في استقبال المتقدمات لبرنامج المرأة تقود للتنفيذيات. هذا ويهدف البرنامج لإعداد المرأة المصرية في المواقع التنفيذية المختلفة، وبلغ عدد المتقدمات للبرنامج 360 متقدمة مقسمات على 3 أيام، ويشارك في لجنة التقييم وزراء معنيون وخبراء مصريون وأجانب. والحقيقه انا بشكر وجود الاعلام معانا في الثلاث ايام دول لتغطيه حدث مهم من احداث الاكاديميه في احدث مدارسها، مدرسه المراه للقياده. والحقيقه الثلاث ايام كانوا ناجحين بمشاركه الساده وسيدات المختبرين او القائمين في على الرؤساء والرئيسات اللجان المقابلات الشخصيه. والحقيقه هم اضافوا برضو للتجربه، سواء للمتقدمات يعني اجتازوا او لم يصادفهم الحظ المره دي، ونتمنى لهم ان شاء الله حظ اوفر في برنامج تاني او في تقديم على الدفعه الجايه من نفس البرنامج. لكن إثراء التجربة كان بوجود شخصيات مميزة جدا، والحقيقة الوجود الشخصيات اللي بتختبر كان في تنوع من رجالات الدولة، من وزيرات ورؤساء هيئات حكومية أو تابعة للدولة، وكذلك من رؤساء مؤسسات دولية وأمم متحدة واتحاد أوروبي. أقدر أقول من اللي شفته من أسلوب التقييم وأسلوب الانتقاء والمرشحات إنه برنامج بدايته موفقة جدا، وإن شاء الله يعني يسفر عن اختيار أفضل العناصر وتأهيلها بشكل جيد جدا، بحيث إن يبقى عندنا قيادات ونساء قادرة على التحمل وتولي المناصب القيادية في مصر، سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص. فرح شديد وفخر بكل المتقدمات اللي أنا قابلتهم النهاردة، بيبين إزاي إن الست المصرية فعلا عندها روح القيادة. كان شيء جميل أكتر كمان إن أنا عندي سيدات موجودين من تخصصات مختلفة ومن محافظات مختلفة ومن أعمار مختلفة، إن دل على شيء يدل على ثراء هذه الدولة، وإن شاء الله نشوف دايما الأكاديمية في تقدم. الحقيقة الواحد فخور جدا النهاردة بالمتقدمات للبرنامج اللي عاملاه الأكاديمية الوطنية المرأة تقود للتنفيذيات. في ناس متقدمين شاطرين جدا على مستوى عالي جدا. الواحد فعلا فخور ان في سيدات في بلده طموحه ويعني نفسها فعلا ان هي تتعلم حاجه جديده عشان تخدم البلد ان شاء الله. إن دعوتي للحوار الوطني تأتي من يقين راسخ لدي بأن أمتنا المصرية تمتلك من القدرات والإمكانيات التي تتيح لها البدائل المتعددة لإيجاد مسارات للتقدم في كافة المجالات. والذي أتطلع لأن يكون شاملاً وفاعلاً وحيوياً، يحتوي كافة الآراء ويجمع كل وجهات النظر، ويحقق نتائج ملموسة ومدروسة تجاه كافة القضايا على جميع المستويات.
أعلن مجلس أمناء الحوار الوطني استئناف الجلسات النقاشية للحوار الوطني اعتبارا من الأحد المقبل، وذلك في الأسبوع الخامس من الجلسات. وأوضح مجلس الأمناء أن جلسات الأسبوع الخامس ستبدأ بانعقاد جلسات المحور السياسي للحوار الوطني الأحد المقبل، بينما تنعقد لجان المحور الاقتصادي للحوار الوطني في الأول من أغسطس المقبل بانعقاد 4 جلسات. كما أكد مجلس الأمناء أن لجان المحور المجتمعي للحوار الوطني ستنعقد في 3 أغسطس، حيث تتبحث لجان الأسرة والتماسك المجتمعي والثقافة والهوية الوطنية خلال 4 جلسات. انطلقت أولى الجلسات التخصصية المغلقة للحوار الوطني بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب لصياغة المقترحات والتوصيات الخاصة بقانون النظام الانتخابي بلجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي المدرجة على قائمة المحور السياسي والتي تم طرحها بالجلسات النقاشية العامة. وناقشت الجلسة المقترحات والتوصيات المقدمة حول موضوع النظام الانتخابي بين نظامي القائمة المغلقة والنسبية والنظام الفردي، وذلك لصياغتها بطرق أكثر دقة وقابلة للتنفيذ، تمهيدا لعرضها على مجلس أمناء الحوار ومن ثم رفعها إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. ويأتي ذلك من أجل التوافق على صياغة مشروع قانون توافقي حول موضوع النظام الانتخابي أو بلورة التمايز بين أي مشروعات متنوعة. الحديث دلوقتي داير في سياق توافقي على الدمج ما بين الانتخابات، يعني النظام الفردي مع نظام القائمة المطلقة ونظام القائمة النسبية. الكلام عن تفاصيل في الداخل، لكن الكل مستوعب انه احنا في مرحلة سياسية مختلفة وفي جمهورية جديدة وفي حوار وطني، فبالتالي لازم نؤسس لنظام سياسي وانتخابي جديد. فالكل من خلال القناعة دي بيتناقش ان احنا محتاجين نتغير. أهمية ضم فئات جديدة للتأمين الصحي الحالي، أهمية صدور قانون المسؤوليات الطبية لتنظيم عملية محاسبة الأطباء أو تقييم عند حدوث مضاعفات هل ده مسؤولية الطبيب أم لا، ليس بالضرورة يبقى خطأ طبي، وتنظيم الإعلام حوالين القضايا الطبية وما إلى ذلك. كانت جلسة مثمرة جدا، طبعا احنا بنحضر كممثلين للحكومة وبصفتي طبعا رئيس لجنة الرعاية الصحية ومشرف على مشروع التأمين الصحي الشامل. في الحقيقة كان في اتفاق عام على مسألة تسريع وتيرة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، ويمكن ده طبعا بيتوافق مع الإرادة السياسية ان احنا نضغط البرنامج الزمني للمنظومة، وطبعا ده بيدل ايضا ويعني بيعني لينا ان السادة ممثلي الحركة المدنية وممثلي الأحزاب السياسية ورؤساء الأحزاب في الحقيقة مقتنعين بالإنجازات اللي تمت على أرض الواقع فيما يتعلق بتحسين مؤشرات الرعاية الصحية من خلال تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل اللي بدأت بالفعل في 6 محافظات. الجلسة دهيت كانت مفيدة جدا في أن اللي حاضرين كلهم خبراء، وكنا بنبني على قاعدة الآراء اللي تعرضت كلها، وبالتالي كان مستوى المناقشة أرقى وكان مستوى بلورة الاقتراحات إيجابي ومفيد جدا. شددت وزارة الخارجية الروسية على أن موسكو تحتفظ بحق الرد على استخدام أوكرانيا الذخائر العنقودية في عملياتها. وأكدت الخارجية الروسية أن أوكرانيا تستهدف البنى التحتية الروسية مدعومة من الولايات المتحدة وبريطانيا، مشترطة وقف ضخ الأسلحة لأوكرانيا للحديث عن السلام وحل الأزمة الحالية. أعلن الجيش الأوكراني أن وحدات الصواريخ والمدفعية الأوكرانية قصفت مجموعات تمركز أفراد روسية وذخيرة ومعدات عسكرية. وأفادت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية أنه تم أيضا قصف 7 أنظمة مدفعية في موقع إطلاق نار لقوات روسية ونظامين إلكترونيين للحرب ونظامي صواريخ أرض جو. وأوضحت هيئة الأركان الأوكرانية أن قوات روسية شنت 65 ضربة جوية أسفرت عن إصابات في صفوف المدنيين، فضلا عن الأضرار التي لحقت بالمنازل السكنية وغيرها من البنى التحتية المدنية.
У районі Старомайорського мали успіх, закріплюється на досягнутих рубежах. Противник здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення. Північно-східніше... انتهت نشرتنا ولا يتبقى لنا سوى التذكرة بأبرز العناوين. الرئيس السيسي في سان بطرسبرغ للمشاركة في فعالية النسخة الثانية من القمة الإفريقية الروسية. مجلس أمناء الحوار الوطني يعلن استئناف الجلسات النقاشية للأسبوع الخامس اعتبارا من الأحد المقبل. روسيا تشترط وقف ضخ الأسلحة لأوكرانيا لبدء عمليات السلام وتحتفظ بحق الرد على استخدام كييف الذخائر العنقودية. ختام نشرة الثالثة، دمتم في رعاية الله. إلى اللقاء.